الخوف في الماتشات والمباريات دي حاله بتبقى مع لعيبه كتير قوي. ممكن انت تبقى لعيب كويس جدا وعندك كوره وعندك امكانيات مهوله بس ما بتقدرش تضيفها في الماتش لانك خايف. اول حاجه لازم تعملها انك تركز قوي قبل الماتش والمواقف اللي ممكن تتعرض لها في الماتش وازاي تتعامل معاها. ما تتكلمش مع زمايلك او تهزر او انك تدخل الموضوع بفن وتخرج عن مود الماتش. تاني حاجه اول ما تنزل الملعب اقرا الفاتحه وادخل وبعد كده اعمل دريبل بالكوره وبعد كده اعمل البرازيلي بتاعك وبعد كده خد حساسيه الملعب وحساسيه الكوره وحساسيه البوزيشن بتاعك. اول 5 6 باصات ليك لازم يبقوا كويسين. ادي لنفسك الثقه انك تباص كتير وانك تلعب لمسه ولعبه، اوعى تلعب وان تاتش لان وان تاتش معظمه ممكن يبقى غلط. تدرج بالمستوى بتاعك في الماتش، ادخل اجواء الماتش هكذا، اظهر لزمايلك انك تتحرك في مساحه فاضيه عشان الكوره تجيلك مستريحه فتباصيها مستريح. ركز في كل تاكلينج هتعمله عشان ده ممكن يكلف فرقتك فاول او ممكن يكلف فرقتك ضربه جزاء. وتعمل التاكلينج بعد ما الكوره تطلع من رجل الراجل، ما تعملش تاكلينج على جسم الراجل. لو عايزين نتكلم عن الموضوع ده برضو في الجزء الثاني بكل تفاصيله اكتب لي تحت في كومنت. تنساش الاكسبلور واللايك والاشتراك. سلام.